أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا إنا نخاف
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الواحد الديان المتفضل المنان ذو الرحمة الحنان رب الإنس والجان ورب الأرض والسماء والأكوان والصلاة والسلام على النبي أحمد والمصطفى الأمجد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأبرار المنتجبين الأطهار والأتقياء الأنوار وأصحابه الأخيار. السلام على أمير المؤمنين وإمام الموحدين ونقيب المتقين وقائد الغر المحجلين أبي الحسن والحسين سيف الله الغالب علي بن أبي طالب. بعد آيات للقرآن نبدي الحفل يا أخوان باسم الواحد الرحمن وصلاة الإنس والجان أعلى المصطفى العدنان وآله عصمة القرآن.
أرفع التبريك وآيات التهاني للإمام المنتظر مطلب أماني عند المراجع غايتي فيها ضماني ذكرى ولادة سيدي النور هداني أعني أمير المؤمنين حلو المعاني حيدر الكرار سيف الدين باني آبائي الأعزاز يا أخلص أخواني ليكم الترحيب مني بلا عواني بهالحفل حيدر دعاكم ودعاني نحضر الحفلة بأقدس المباني ومنا نفيد الناس من أروع إنساني حيث نجم المرتضى شع بالأكواني لو تكلم بو الحسن طلق اللساني تخجل صروف البلاغ اسمع يا زماني ثلاث فقرات الحفل تتربع بالمرتضى حيدر علي تسطع فيها كلمة حفلنا بالمطلع السيد عطية الجمعنا تنفع وعدنا الشعر لحل الشعر أروع الغازي العابد اللي من قبل أمتع ومن مدح المرتضى ما نشبع الفوز المدح حيدر قبل وابدأ يجينا اليوم يطيب مدح المسمع خلنا لهالحفل وفقراته نصمت ونسمع وخلنا لهالحفل فقراته نصمت ونسمع من كلام النور قاله مصدر الإيمان كلام إلى الإمام علي من كلام النور قاله مصدر الإيمان أبو اليمة وخليفة سيد الأكوان علي الكرار حيدر منهج التبيان على الوادم يوم يأتي من الأزمان ولا يبقى عند الناس إلا شكل للقرآن ولا يبقى للإسلام إلا اسم بالأديان مساجدهم بنيها عامرة بألوان خراب من الهدى تبقى السكان تعمرها شرورها للأرض من إنس وجان منها تخرج الفتنة تحمل لاهب النيران وليهم يعوي الخطاء في هذا الأمر برهان يردون اللي عنها شذ وما يرتفع ليشان ورب العزة الذولة يقسم قسم للإنسان يبعثهم بيوم الدين كل من افتنا تيبان في محاورة بين ولد وأبيه الولد يسأل ليش الإمام علي بعد وفاة الرسول وأيام السقيفة وبعد السقيفة ليش ما نازع القوم ليش ما حاربهم ليش ما طلب حق بالقوة فهذه يجي الجواب من الأبو بأحاديث أهل البيت الإمام الصادق والإمام الرضا خلنا نشوف هذه المحاورة وشلت جاني ابني يحمل الهم يسألني يريد مني جواب وأكلمه بعد صغير على الحياة وريد منك تدليني على اللي ما أعلمه أريد أثير إشكال نابع بالفكر أردي الجواب على اللي ما أفهمه أحضر الماتم وأسمع من على ديك المنابر تلعن العصبة الغضوبة الظالمة حيدر الكرار ساكت وبعينه يشوف العدة حامل النار وباب بيته يضرمه فكري يورد أسئلة بها إشكال ليش الولي الكرار ما نازع من رفع عيده على خد فاطمة أريد أسأل عن علي ليش ساير الأصحاب وأعطاهم بعهد رضا سلمة وبحق رسول الله قال علي الأفقه علي الأعدل علي بين الصحابة الفايق بعلمه علي رحمة إلهية علي الموثوق عند طه علي معروف عند الغضب حلمه علي الكسر الأصنام علي الدقدك الكفار علي عند العرب الشايع اسمه علي هذا وأنا أسأل ليش ما أعلن الثورة شهر سيف على كل مغتصب حقه وهاتك الحرمة أريد أسأل عهودة ليش سلمها للأول
إلى الثاني إلى الثالث المعروف بجرمه، وليش ما ثار يوم الهجمة المرة بداره؟ ولا رد عن فاطمة اللطمة، مو اللي نصر طاها وسلسيف أبوغ الميدان، وكاشف عن رسول الله الهمة، مو اللي داحي باب خيبر وبالشجاعة ماكو مثله، وفرق جنود التحيطة بالحرب لما أريد تقنعني بجوابك من حديث النور عن حيدر علي الواصل القمة. أنا واجد مندهش أعرف الكرار غيرة، شلون يرضى تنضرب أم الحسن وهو كاشف الغمة؟ لو أظل أحكي عن الكرار وبطول النهار واتبعه بالليل كامل، كل الفضائل حازها وكل الشرف عمه. يجيه الجواب، قلت اسمع يا ولدي أرد عليك بالأحاديث الشريفة الظاهرة واللافتة، بالأسانيد الصحيحة، بالرجال أهل الثقة، بالرواية الصادقة والثابتة، الحجة بالحجة أوردها، هو من كلامي خل حواسك حاضر لي وناصته، من كلامه للطهارة هاك من نسمع وباوع، والكلام يخلي نفسك صامتة. عن الهيثم ابن مسروق وابن محموم عن زرارة، ذول أثمار الإمامة الثابتة. عن سيدي ومولاي صادق اليمة الطهور، اللي على أهل الخلاف، اللي علماء أهل الخلاف هابته، إنما كف عن عدو جدي الكرار حيدر من أجل يحفظ كرامة شيعته. وعن ابن مسرور حدث ابن عامر في كلام الصادق المروي بسلامة حجته، ليش ما قاتل فلان ولا فلان ولا فلان يطلب بحقه الشرع خلافته؟ صادق اليمة المبجل أورد الآية الشريفة في كتاب الله المحكم آيته، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، فيها من أقوى المعاني والتفاسير اللي بيها غايته، تعني موضوع بصلبهم من رجال الله بيهم الإيمان والكل يعلي هامته. يعني لو حيدر قتلهم ما اجديك المواهب، لا اجديك التي للدين ترفع رايته، لهالسبب حيدر تركهم لانه يعرف من رسول الله المصير اللي تؤدي ضربته من اجل ديك الودايع. هذه الايه الشريفه عن حروبهم عن قتلهم منعته، هو من اقوى الرجال الحامدين الله بسيفه، وتشهد حروب الرساله بحملته. وحدث ابن الطالقاني ونقل عنا العدوي عنه الهيثم تحدث للرضا ينقل حديث بهيبته، من الزمن عقدين مرت والولي الكرار صامت، ليش ما جاهد أعداء عليهم أعلن ثورته؟ رد عليه ثامن اليمة جدي الكرار حيدر مقتدي بجدي الهادي نفسه نفسه وحضرته، جدي الهادي بمكة ما بدأ فيها جهاده، قلة الناصر وبيها يحفظ شرعته، وما دام حيدر نفسه نفس طاها، يعني ابو الحسنين منهج من رسول الله وهذه نظرته، يعني قلة الناصر الحيدر هي سبب خلت جهاده يتركها من اجل دينه ليرفع قامته. وعن حديث الهمداني عن ابي ابراهيم ينقل عن بعض صحبة الصادق يوم جدته وسئلته، تصبت الأمة الخلافة وجدك الكرار صامت، ما شهر سيف عليهم حتى ياخذ حصته، رد ابو الكاظم جوابه وقال في علم الله سابق، بعد ما يبقى معاه إلا قليل النصرته. ومسجد الكوفة تعلت بين أصوات ومسجد الكوفة تعلت به أصوات احتجاج، ليش ما نازعهم بحربه وبه على صرخته؟ مثل ما نازع المرأة عايشة وذاك طلحة والزبير طاغي الشام اللي رفض ليه يعطي بيعته. من بلغ حيدر أمرهم قال نادوا للصلاة، من بعدها قام وأعلن خطبته، معشر الناس البلغني عنكم بهذا الكلام، أكدوا لما وصل من أمرهم الحضرته، قالهم تعرفون نهجي الأنبياء، قدوتي صاحب الدعوة هو لك المؤمن ولي وإسوته، أولهم إبراهيم اعتزلهم لأنهم ابتعدوا عن الله، مثل لوط مثل يوسف مثل موسى، الكل فر من شاف كفرة أمته حتى الهادي محمد.
حتى إلهاد محمد من غوى الكفار هاجر اللي رادوا يقتلونه هو للغار التجأ منها أعلن هجرته. قلة الأنصار خلت أنبياء الله تفر عن صدام القوم تنسفك فيها دماء تزهق الأرواح والباطل يعلي صرخته والوصي لازم تعذرونه حال حال الأنبياء في جهاد أهل الخلاف حتى تبقى رايته تبقى مرفوعة بشعار الله وأكبر بالأذان اسم النبوة يشهد الهادي محمد هو رسول الله عبده وصفوته. وأنا أعرف وأنت تعرف والصحابة كلها تعرف لو حيدر الكرار ثاير كان كلهم ماتوا بلحظة عيونه ونظرته ما بقت ليهم بقية بالشجاعة سيف يحصد ما يظل واحد يفرمه ما تصيد كرته لكن الكرار آثر يحمي دينه وهو بالسلم يقاوم شوفه في كل حدث يظهر فيه تظهر فكرته كم قضية وكم مشاكل حلها حيدر لا الأول ولا الثاني ما بقى منهم من يؤكد أهليته هذا حيدر عنه اسأل كل كتاب الله وبيانه به بيه مذكورة صفاته وآية الإيمان فيها ذكرته شملته آية القربة وآية التطهير منهم سورة الإسلام سورة الإنسان فعل مادحة والتصدق بالصلاة الآية شملته. وابن عباس يوم اللي إجا عند الولي وذكر أمر الخلافة وهاج عزم المرتضى ومنها سطر خطبته الأول تقمص أمرها ويعلم أنا إلها وهي إلي مثل القطب من الرحى ويعلم من المصطفى هي وصيته. شفت الصبر بهالظروف أحجى رغم الشجا ورغم الأذى أشوف حقي ينهبون وهالعصابة النهبتة والعجب أمر الوصايا من النبي انكروها وقبل ما يمضي الأول يوصي الثاني تكون عند خلافته. شفت ما شفت من هول العثار وصبري والمدة الطويلة شدة المحنة والناس في بلوى وشدة قبضته والعجب الأغرب الثاني في الخلافة وهي حقي وضحى في جماعة وأنا منهم قال بالشورى يحقق أمنيته. يا عجب يا عجب يا عجب شلون وياها النظائر أقترن وأنا أولهم وحقهم توصل الثالث أمرها وتالي الناس كلها رفضته وبعد ما شافه والمحنة التمت الوادم علي من كل مكان وكل جانب كل رافع عيد لي يريد يعطي بيعته. لبيت أمر الناس والبيعة أعلنوها ونكثت الناس العهود والبقى مارق وفاسق للكتاب سمعوا آيته. هذا حال المرتضى أبو الحسن حروب شنوها عليه تالي أمة ابن ملجم قتلته. صلوا على محمد وآل محمد. وجاء دور الشعر والشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عرفت من الصغر رادود ومداح وشاعر بالشعر صامد عرفت خادم المظلوم ودوم حاضر بالمآتم والمساجد عرفت رايع بشعره وكلمات تشوقنا تعرفنا لكل ماجد عرفت مخلص بحبه إلى الزهرة إلى المرتضى حيدر الساجد. عرفتونا من أقصد خل ندعو يجينا ويلقي أروع القصائد وانتوا بالصلاة على النبي يلا استقبلوا شاعرنا غازي العابد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهنئكم عبر هذا الصرح الممرد بحب أمير المؤمنين عليه السلام ذكرى ولادته الشريفة وأسأل الله أن يثبتنا على ولايته ومحبته. خط الولاء في دمي يجري ولا يأبى أحد
وليت إني حيدرا حيا وميتا للأبد. حبي له فوق الحجاب فاق الخيال والعدد. حبي له شريعة وسيلة ومعتقد. حبل الولاء نوره من السماء للجسد يمتد في وجودنا وفي الحشا له وتد. وإنني بايعت من له الولاء يعتمد. بايعته في من بقى من الهداة للأبد سمي حيدر علي فالشبل من ذاك الأسد. إن الزمان ينقضي إنسانه لفي كبد. فمن بغى ومن طغى فإنه إلى مرد. والحق فينا أبلج وما سوى الحق بدد. فيمكث الذي به نفع ولا يبقى الزبد. أما الذين حبلهم بغض فليس من مسد. وكلما ألم بي رزء ألوذ بالسند. بحضرة المولى علي أصيح يا علي مدد. يا كوثرا من العلي هدية تعطى إلي. سبحان من باركها بحب خير العمل. الحق يا أبا الحسن في نهجك اليوم جلي. أنت الصراط سيدي بل أنت خير السبل. والعدل أنت كلما غيب صوت المثل. ما حد إلا حاقد عنك وأهل الدجل. ما أنصفوك حينما مالوا لحزب هبلي. صم وبكم قد عموا في شرك ليل أليلي. أما كفى الصوت الذي دوى بفجر الأمل. لا سيف إلا سيفه ولا فتى إلا. يا شمعة الحق ذوبي فوقنا رهبا. واستعميرينا بضوء يكشف الحجبا. غطي البرايا بنزف الضوء واحتدمي حتى نهيل على أجيالنا اللهبا. إنا بنوك أمير النحل فاسر بنا حيث الكرامات وافرش دربنا ذهبا. أجزل عطاياك وامنح فجرنا غده. ورد حقا إلينا طالما نهبا. وامن علينا بأنفاس تصيرها كنفخة الروح تذكي خطونا لهبا. يا صفوة الله هبنا رشحة عبقت. فأنت أجود من أعطى ومن وهبا. خذنا على قارب نقضي الحياة به يطوي الوجود ويمشي في الإبا خببا. وخذ بأيد على راحاتها انبجست عين الجهاد إلى حيث العلا طلبا. إن مواليك أمير النحل فاسر بنا. إن مواليك فاشدد أزرنا فلقد بتنا حيارا. ومنا من ذوى سغبا. ومارد الجور صرنا رهن قبضته يغتال فينا متى ما شاء أو رغبا. بالورد جئنا بالورد جئنا وقد جاءوا بعسكرهم وصوروا الأمر أن الأمر ذا شغبا. البوح ينبيك أن الجرح في وطن عانى من الجور لم يفتأ هنا رطبا. فاعتق رقابا حبال القمع طوقها. والحظ بعينيك ما قد همنا نصبا. ورغم هذا أبا الثوار من طمست ذكراك فينا ولا خط الفدا شطبا. فتش صدورا لقد خبئت داخلها. تجدك فيها تجد حبا تجد غضبا. ترى قلوبا يرش العشق باحتها. خمر الولاء أدارت كأسها نخبا. قد سيجتك عقول أنت عالمها. قد نصبتك أميرا للهوى نسبا. يا قلب بشراك
فاخطب ود حيدرة واسأله يعلي على أكتافنا الرتبا. هذا علي وكل الناس تعرفه، سبحان ربك إذ سواه وانتجبا. من لم يوالي الفتى الكرار قلت له، من لم يطل عنبا يستحمض العنبا. سو صلوات على أنا عاهدت الرسول أبقى رسالي ورهبري، وعاهدت حيدر أظل الموت شيعي وحيدري. ومنه جدي وفاطمة أم الأطايب كوثري، والحسن مبعث سروري وتاج راسي ومفخري، والحسين بدم سواني حبيبي وأكبري، والولي السجاد دمعة تحدرت من منبري، أحمل الباقر علوم تفجرت من عبقري، عمي والجنسية بحراني وأصيل وجعفري. موسى بن جعفر لكسر القيد درسي ومصدري، وضامن الجنات مشكات النجاة بمحشري، والجواد أجود اللي يعطيني إذا جيت أشتري. عندي الهادي علي وابن الإمام العسكري، وقائم العترة يأكد ليكم إني 12. إحنا نفخر وانت تفخر في البشر، وشوف منه الأجدر بهذا الفخر. أنت غير الطق وطقت هالحبل، من بني سفيان ما عندك عفر، وانت عندك للأسف قدوة الشمر. وإحنا عدنا نجوم تضوي 12، وإحنا عدنا المنبع الماجف أبد، عدنا أهل البيت سادات البشر. إحنا عدنا المرتضى حيدر علي قائد ويترس بأنوار النظر. انت عندك الزمرة من طخة شريح، واحنا من حيدر ترى عدنا زمر. انت عندك حرملة وفوق يزيد وبن سعد هالمجرم اللي اسمه عمر، واحنا عدنا الأكبر وجون وحبيب وجاء وزينب وجاسم وعباس القمر. احنا بالفطرة نعيش الانتظار، واحنا كلنا جنود حق هالمنتظر. انت عندك ارضى بالذل والهوان، واحنا مثل جبال ما نحني الظهر. انت عندك تضرب سلوت ببلاش، واحنا لا للذل بركان انفجار. انت عندك ارضى بالذل والهوان، واحنا مثل جبال ما نحني الظهر. انت عندك تضرب سلوت ببلاش، واحنا لا للذل بركان انفجر. انت عندك طقطقة وليوة وسمر، واحنا عدنا دموع ما تنشف دهر. انت عندك طارة تتحمى بسعف، واحنا عدنا صدور تتحمى بضجر. انت عندك طقطقة وليوة وسمر، واحنا عدنا دموع ما تنشف دهر. انت عندك طارة تتحمى بسعف، واحنا عدنا صدور تتحمى بضجر. انت عندك يلي خو ويا ليلة دانة، وعندك المليون نخلة بلا ثمر. واحنا اللهم صل على النبي عدنا والآل الميامين الغرر. انت عندك سينمات فبركة وسينمتنا كربلة عبرة وعبر. انت بحرك ميت وما يطفيح، واحنا كل واحد من عدنا بحر. انت بحرك حتى من يسقي فبر، وبحر اهل البيت من يسقي غزر. انتو لولا حسين ما لكم وجود، ولا بقى لهالدين اسم ولا اثر. كان عشتون العمر كله بضياع، لكن حسين انتفض والله ستر. انت واحنا واحنا وانت شاشتين كبار للعند نظر. انت شاشة تصور البايق امين، واحنا شاشة يبثها فارس بن مضر. احنا خو تونا ولا فصلنا زين، خلها مستورة ترى المخفي امر. رغم هذا انتون ونحن بهالبلد، روح في اجساد يجمعها القدر. واحنا ندعي الليلة يا رب العباد، فك اسر كل من بلا جرم اسر.
المدينة الليلة تزهي بنور ميلاد العميد، والبقيع يرتل عليه الحمام محل النشيد، والنجف قامت تهني المصطفى بهذا الوليد، وعيد عدها الغاضرية وما يمر مثلا تعيد، وازدهت بغداد بالزينة بعد عمر مديد، ومن فرح الليلة سامرة بابو اليمة تشيد، وطوس نادت مرحبا يا سيدي خوش يا مديد، ومكة بس ظلت تدير العين والكعبة تريد بس تشوف انوارها الولدوه داخلها امير، تسجد الأرض لمعناك على تلك الرخامة، ويخر الكون ما بين يدي تلك الفخامة، خامة العدل الإلهي وليست أي خامة، شرف الله بك الكعبة مولاي الأمير، شرف الله بك الكعبة مولاي الأمير. سيدي ترخص إلك لدموم وياها المهج، نسأل الله نكون أنصارك وثورة على الهمج، انت بس ظلل علينا برشحة من هذا الوهج. سيدي أزئن ستون تائن ستون يأتي الفرج، والفرج محلاه لما يجينا من شبل الأمير، والفرج محلاه لما يجينا من شبل الأمير. سيدي وحق اللي رب الكون رحمة منزله، نطلب من الله يعينه والظهور يعجله، مال ميزان العدل وهو اللي بس يعدله، وكل يزيد بهالزمن قادر إمامي زلزله، وإحنا كلنا وياه بس ما يرتفع صوت الضمير، وإحنا كلنا وياه بس ما يرتفع صوت الضمير. ها أنا أنثر في عين المدى صبرا جميل، ويدي تمسك بالسيف على وقع الصليل، أنا عانقت الهوى فيك ولا من مستحيل، أيها الفارس ها أسمع للخيل صهيل، وصدا في الأفق دوى حيدر النعم الأمير، حيدر النعم الأمير. أنا من مدرسة دروبك ويكفيني الاسم، من صغر سني وأنا بنهجك وحبك ملتزم، في جبيني شعولائك واعتقادك مرتسم، وصرخة تدركني يا مهدي زلزل أركان الظلم، والعهد منا إليك نبقى على حب الأمير. قيل لي أنت خليل الله فردوسك طور، قلت والحق الذي حاشاه يوما أن يجور، قيل لولاك هنا الأفلاك ما كانت تدور، قلت لولاه لما قد خلق الرحمن نور، أودح أرضا بلا أنوار أولاد الأمير. كوثر انت كوثر انت وإحنا يا مولاي نتروب نداك، والسماء تخجل إذا تمطر يا ابو اليمة سماك، الله جمعنا على حبك وبلغنا هواك، وإحنا ما عدنا وسيلة ولا سند غير الأمير، وإحنا ما عدنا وسيلة ولا سند غير الأمير. قيل لي أنك أنت العدل في هذا الوجود، قلت والليث الذي أنجب آلاف الأسود، قيل لولاك لما كان لنا صوت يسود، قلت لولاه لما صار هنا الناس صمود، ولما رج هتاف الشعب أو صار النفير. يا أبا الغوث أغثنا يا ابن عم المصطفى، معول التكفير كم يهدم صرحا للصفا، هم أرادوا أن يحيلوا الحب قاعا صفصفا، واستباحوا دمنا والصبر ناداهم كفا، لن تفتوا عضدا من بأس عشاق الأمير، كلنا ترباية علي كلنا ترباية علي وحب الأيمة لنا عاصم، نمشي فوق الشوك ونواصل على النهج المسالم، ساعة الصفر ابتدت واليوم أمر الدين حاسم، ما نضيع وعدنا نبراس العمايم عيسى قاسم، وإحنا من خلف نجدع بيعة الحر للأمير. كلنا ترباية علي وحب الأيمة لنا عاصم،
نمشي فوق الشوك ونواصل على النهج المقاوم. ساعة الصفر ابتدت واليوم أمر الدين حاسم، ما نضيع وعدنا نبراس العمايم عيسى قاسم، وإحنا من خلفه نجدد بيعة الحر للأمير، وإحنا من خلفه نجدد بيعة الحر للأمير. وأخيرا طيور إحنا بضريحك وانت عشنا، ترعرعنا بجوارك وانت عشنا، جمالك جنة داخلها احنا عشنا، وترد الروح يا خير البرية. حبل حبك انا بروحي اجود، حبل حبك انا بروحي اجود، ورتل اسمك بنبضي وجودة، وما غير نهجكم واضح الجودة. يا والد هالبدور الأجودية، نشيد انت وحروف اسمك مردي، تحيا وكل من عاداك مردي، ولو يوم بعدت عنك مردي، ارجع لك على جناح الهوية، ارجع لك على جناح هوية. يا نور الباري يا أبيض محجة، ولا أكعل بشر واجب أحجة، يا غالي واللي ذي نكرك أحجة، وأقول أنت الولي وحامي الحمية، وأقول أنت الولي وحامي الحمية. ولائي ولائي وحبي حق حيدر يا طه، أبوس تراب كل أرض وطاها، وغالي الدنيا بعيوني وطاها، كلمة بخاطري وفي رد غطاها، أقول أنت الأمير الهلبرية. ولائي وحبي حق طاها وشبلة، أصير شموع هالليلة وشبلة، على صرح الولاية الليلة الشبلة، وجيب أبيات في مدح الشفية، وجيب أبيات في مدح الشفية. طبيب العلة أنت ودختر، طبيب العلة أنت ودختر، برادر خاهرا مادر ودختر، زلزلنا الإمام بحبها الرهبر، وزلزال بلغ مليار رختر، وبحب سمينا بهالبرية، وبحب سمينا بهالبرية. حبك ذهب يا المرتضى شيوزنا، حبك ذهب يا المرتضى شيوزنا، ما تنقلي دنيا ولا روزنا، وما يبغضك إلا شقي وبنزنا، مطاطة ما ينفع ولا شوزنا، وما ينقطع حبل المحب مولي. نشكر الشاعر غازي العابد على هذه الأبيات الولائية، وباسمي وباسم اللجنة المنظمة والمشاركين نعتذر لكم عن التأخر بالحفل بسبب الظرف الأمني. تراب أبي تراب كحل عيني، إذا رمدت به أجلو قذاها، تلذ لي الملامة في هواه، لذكراه فاستحلي أذاها. نشكر خادم أهل البيت وشاعرنا القدير الذي أبدأ بقريحته كل ما لديه تجاه صاحب الذكرى، وله الشكر الجزيل منا، ولو دعانا له بالتوفيق بإذن الله تعالى. حيدر الكرار زينب تنشدك ليها تجي، خلفك الزوار ترفع رايتك بك ترتجي، شوق زايد للزيارة يلحمة وبك تلتجي، اوقف بباب الوديعة واحمي القبر الطهور. قوم يا حيدر لزينب للعدا لا تنسبي، قبل ما يهجم عليها كل عقود وناصبي، طهر ارض الشام منهم ذول اعداء النبي، ذول هلشنا وحاربهم اعلى مذهبنا الوقور. قوم يا خير العوالم بيرق العز انشرع،
وعلى وادي الشام خله يرفرف الكل ينظره وبقبر أم خدرتكم ركز يا خير الورى بضعتك عن كل أذي يحفظها وانتهي الغيور تدري بالشام الوديعة والوضع بيها خطير من النجف يا غيرة الله والقبر بالمسير قوم يا سطوة الباري يا مثال الكل يصير سيفك ادعر عن النواصب واخمد احقاد الغرور. الآن يتفضل رئيس الماتم السيد عطية لإلقاء كلمة. قبل الإلقاء السيد عطية يتفضل بتكريم الشاعر غازي العابد بمناسبة تفضله بهذه الأشعار الولائية في الماتم. يتفضل رئيس الماتم السيد عطية السيد قاسم والشاعر الغالي علينا ودائما المبادر في خدمة أهل البيت الشاعر غازي العابد قليل في حقكم هذه الشهادة. لكم الشكر الجزيل على تجشمكم عناء القدوم إلى قرية المرخ رغم الظرف الأمني الحاصل. شكرا جزيلا. يتفضل الآن السيد عطية السيد قاسم لإلقاء كلمته الغراء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم آبائي أخواني أبنائي وبارك لكم وأهنئكم بهذه المناسبة العظيمة مناسبة مولد سيد الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا الشهر المبارك. طبعا هي ليست كلمة وإنما بعض الملاحظات والإثارات يعني ملاحظات شخصية بعض الأمور تحتاج إلى اهتمام من الجميع وعلاج أيضا من الجميع. طبعا النقطة الأولى هناك كما تعلمون آثار سلبية إلى الأحداث الحادثة الآن يعني الأحداث السياسية آثار سلبية على أعزائنا وأبنائنا الأطفال نلاحظها يعني بشكل عام. هذه الآثار تحتاج إلى اهتمام من الآباء حتى من خطباء المنبر الحسيني وهي بشكل ملاحظ نلاحظ بعض الأطفال يعني هناك عندهم ردة فعل في ناحية العنف مع الجيران من الجانب يعني جيرانها في القرية. هناك بعض يعني الحوادث التي حدثت مؤخرا ربما من سنة أو أكثر بعض الأطفال الله يحفظهم يعني يرمون بالحجارة على السكن المحيط بالقرية الأجانب. مؤخرا قبل شهر تقريبا فيلا الموجودة في جنوب القرية وهي الفيلا طبعا تعود ب يعني الأرض التي مبنية على هذه الفيلا هي للمأتم والمأتم طبعا مدخوله تقريبا نصف مدخوله من هذه الأرض. حدثت حادثة قبل شهر تقريبا ووصلنا يعني أحد الأخوة اتصل فينا وقال إن هناك أطفال رموا بالحجارة على هذه الملل وتكسرت يعني الدرايش وحتى الأطفال اللي كانوا ساكنين فيها تروعوا يعني وطلعوا من الغرفة اللي كانوا فيها. وحنا طبعا يعني صرنا في موقف حرج جدا يعني بحيث ان هذا السكن لو يعني اولا انه ضيوف يعتبرون هؤلاء يعني في جميع الاحوال هم ضيوف في القريه وهي نقطه. النقطه الثانيه انهم لو خرجوا يعني هذول الاشخاص او اللي متاجرين هاي الفلل بيكون ربما يتوقف دفع الايجار الشهري الى الاوقاف بسبب انه ما يقدر يعني صاحب الفلل انه يدفع ما حد متاجر. ففي النهاية هو المردود السلبي بيصير على المأتم يعني وبيصير طبعا ضائقة مالية بالنسبة إلينا وإحنا مواجهين يعني هالضائقة بالنسبة إلينا. أنا يعني ما أبغى أكون سلبي جدا وإنما يعني أبغي أثير انتباهي لهالمسألة
ان يعني احنا وانا اولكم ان نلتفت الى الاطفال وحتى الخطباء ان شاء الله في المستقبل القريب ان يعني نخبرهم ان يذكرون بعض السلوكيات السلبيه يعني على الناشئه، لان هناك يعني سلبيه عند خطباء انهم لا ما يتطرقون الى الجانب السلوكي والاخلاقي في المجتمع وعند الاطفال بشكل عام. هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو سيد عقيل الله يحفظه ذكر البارحة نقطة من ناحية الأطفال، نرحب بهم إحنا في المقدمة. طبعا هذا المأتم هم يمثلون ربما 50% وأكثر من المجتمع، فهو نبغيهم على طول متواجدين، بس هناك سلبية أن وجودهم في المقدمة بعض الأطفال ربما عندهم حركة زائدة يثيرون حتى المستمع ما يركزون على الخطيب تطرق لها السيد البارحة، فأنبه إليها بعد طبعا هذه، ويكون الجميع يعني يتعاون فيها انه يعني نفضل للاباء واخوان يكونوا في المقدمه اذا قرا الخطيب، يعني يكونون بحيث انه يكونون يعني يسيطرون على الوضع. اختصر لكم ان شاء الله. عندي نقطه اخيره وهي عندنا مأتم النساء طبعا في نحن في حاليا مشروع بناء المأتم، إعادة المأتم الذي انشئ، مبنى المأتم الذي أنشئ في سنة 1972 قبل ما يزيد عن 40 عاما، وبالتوفيق من الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نجمع من بعض المحسنين وأهل الخير بعض الأموال التي استطعنا أن نبدأ البناء فيه. وطبعا وبعض نصيحة سماحة القائد الشيخ عيسى قاسم الله يحفظه أنه نبني ولو بسعف النخيل كما وصلنا طبعا، وان نقتصر على يعني بحيث يعني الوضع الحالي نقتصر على اقل التكاليف، وان شاء الله جهود السيد موسى ان نكون في شهر رمضان القادم، لان كما تعلمون نحن في ضائقه والنساء في القريه في وضع صعب لان ما عندهم مكان يجمعهم، فنتمنى ان شاء الله في شهر رمضان القادم ان تفتتح المرحله الاولى وهي الصاله الرئيسيه الارضيه. طبعا هذا اللي عندي بشكل عام، وبارك لكم مجددا هذه المناسبة الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر موصول إلى السيد عطية. من يوم السقيفة هناك هجمتكم على حيدر، الدار الفقيه اللي سار بدربه وتبصر هجمة غادر وحاقد والتاريخ يتكرر، لكن صبر أبو سامي من صبر الولي الطاهر. شفتون الحشود الجد كلها تصيح ليلبيك، عالي الصوت للعالم بالدم يا فقيه نفديك، احنا وياك يا قائد من كيد الغدر نحميك، احنا وياك بالحلوة وعلى المرة ولك ناصر. امرنا يا ابو سامي ترالك ترخص الاعمار، هيبة الله بعيونك ما يكسرها كل غدار، ما ينحني راس العز يبقى عالي يا اشرار، نقسم قسم بالزهرة بالحسنين والطاهر. قلناها خط احمر لكن ما سمعتونه، على بيت ولي الله هجمتون وهتكتونه، كنا بصوت نستنكر ولكن ما هزمتونه، مئات الالاف الجد اليوم في اكبر حشد ظاهر. فقيه الحكمه والالباب احنا وياك لا تبالي، عشنا الملحمه بالدراز والكراسه بك عالي، هتفنا بصوت يا دمنا سيل الفدوة الغالي، احنا وياك مطلبنا حرية الكل ساير. وفي ختام فقراتنا الولائية بالمدائح العلوية، انا بحيدر علي دايم احترازي، وعند الصراط هناك من ابدي الولا فيها مفازي، حب علي الكرار اعمال الانس والجن كلها يوازي، وخلنا الليله نستانس ونفرح ونبعد عنه صوت التعازي، وخلنا بشيله المداح نعلي الصوت
بالوصف المجازي. وخلنا ندعو للمنصة المبدع الرادود فوز الدرازي ونسبق بصوت الصلاة على النبي وآل ارتكازي. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني. وطينتي عجنت من يوم تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني. اللهم صل على محمد. ملاحظ ان الاستاذ وايد بالغ في المدح يعني. نزف اسماء ايات التهاني والتبريكات لك يا سيدي يا صاحب العصر والزمان بولادة النور العظيم والبدر المنير أبا الحسنين علي عليه السلام. ونسأل الله أن تدوم الأفراح والمسرات وإلى العلماء الأعلام وإليكم أيها المؤمنين والمؤمنات بهذا المولد العظيم، مولد النور، مولد الرحمة ومولد الكرامة، مولد سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. نسأل الله أن يديم علينا الفرحة والسرور. ولد الجمال فأترع القداحة واسكب لنا الأشعار والمدح وأدر علينا الكأس صافية حتى إذا عمد الصباح صحى الآن صدر الأرض طاب لنا وتنفس الصعداء وانشرحا وأطل من شرف السماء ملك يسجي الهنا ويمطر الفرح والطير في أغصانه رقصت أنغامه وبلحنه صدحا وفم الزمان بمائك انتعشت سبحاته وضياك قد لمح يا قطب دائرة الهيام لكم برح الهوى والشوق ما برح صلى عليك الحب أغنية تسبي الشعور وتعجز الفصحى. صلوا على محمد وآل محمد. مولاي مولاي مولاي
يا كل الجهات يا لا هذا الجمال من الذي مساح. الله 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 يا وجها ينير به كل الوجود ويتعب الوضح. والله جل وعز جانبه لولاك ما رفع السماء ودحى. صلوات هذا مو قبول منك، أريد صوتك أرفع من هذا. صلوات على محمد وآل محمد. إيه كذي أي كل التعشق في دمي طفحا وهواك بين أضالعي سنحا والروح تغرق كلما سبحت بك ما الفؤاد بك والفؤاد بحبك انقدحا. صلوات لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغدتني باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. صلوات هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد إن اشتد الحراب علي التبر والذهب المصفى علي التبر والذهب المصفى وباقي الناس وباقي الناس وباقي الناس كلهم تراب. صلوات الثانية يرحمكم الله. الثالثة بأعلى أعلى أصواتكم. أريد صوتك بارك الله فيك ولا نريد أحد يخجل. ارفع العلم ولا يبي يصفق صفق على راحة تمام. لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا لي لا لي لا لي لا لي وغير حيدر ماني والي لا لي 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 وغير حيدر ماني والي دا تريدني أواصل إياك أو أريد منك جواب ارفع صوتك حتى تساعدني. لا لي لا لي لا لي لا لي وغير حيدر ماني والي لا
لالي 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 وغير حيدر ماني والي علي يا الحب هيمان ودرب الكفر غيره عيش بثابت الأركان ولا لحظة نغيره علي حب علي إحسان علي نخواه غيره ودنيا بغيره لو كان إش كثر دنيا صغيرة إش كثر إش كثر دنيا عن يميني وعن شمالي وغير حيدر ماني والي لالي 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 إيه سمع عن يميني وعن شمالي وغير حيدر ماني والي لالا حب أقلى غالي وغير حيدر ماني والي تعيش انت بلا ماي وتستغني لوهله وعلي مثل الهوى وهاي حقيقة ما هي سهلة بلا سكر اكو الشاي وذا بالسكر احلى بلا حبك يا مولاي ما تسوى الدنيا كلها ما تسوى اول وما فوق عالي غير حبك ماني والي لالي 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 وغير حيدر لالي 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 وغير حيدر ماني والي اول وما فوق عالي وغير حيدر ماني والي بعد مو عاجبني جوابكم صراحة. يقول أخ جعفر الإسلامي يقول مو عاجبني كلش الجواب. في الدراسة أحلى ترى. عن يميني وعن شمالي وغير حيدر ماني والي لالي لالي. عن يميني وعن شمالي وغير حيدر ماني والي. اي علي الحب هي فوح في كل اللي يعشقونه علي للجسد والروح ولا دنيا بدونه دواء هذا للجروح وخلي يجربونه وعطفه وباب مفتوح لحتى اللي يبغضونه ولا حتى ولا حتى ولا حتى حبا براس الليالي وغير حيدر ماني والي لالي 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 حبا براس الليالي وغير حيدر ماني والي نوره في الدنيا يالي حبا في الدنيا نلالي غير حيدر ماني والي نوره في الدنيا يلالي وغير حيدر ماني والي حبا براس الليالي وغير حيدر ماني والي لالي 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 وغير حيدر ماني والي إيه هلا هلا هذه إهداء إلى اللي متزوج نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يزوج كل عزوب إن شاء الله علي تتزوج أجيال بعد أجيال ربك عشان نربي عيال
على خطك ودربك ويمتد مذهب الآل ونكثر من يحبك رخيص الذهب والمال تحت كلمة أحبك تحت كلمة أحب وتحت كلمة ننسى وياك الغوالي وغير حيدر ماني والي لالي لالي قلبي نبضات دوالي وغير حبك ماني والي لالي 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 وغير حبك ماني والي بالنيران بالنيران لا تلعب احذر يا ولد احذر بالنيران لا تلعب احذر يا ولد احذر اذا البحران ينط عرقه كل البلد يتدمر على عيسى بن قاسم لا تتعدى خط احمر ها اخوتي ها ها اخوتي ها يقلب سافلها بعاليها يقلب سافل او يقلب سافلها بعاليها او يقلب سافلها بعاليها ها اخوتي ها ها بالنيران لا تلعب احذر يا ولد احذر اذا البحران ينط عرقه كل البلد يتدمر على عيسى بن قاسم لا 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 لا, لا تتعدى خط احمر يقلب سافلها بعاليها ويقلب سافلها بعاليها ويقلب سافلها بعاليها ويقلب سافلها بعاليها كنا نروح فدوة ويسلم القائد على هذا عهد هذا علينا ويشهد الواحد سموهم ترى سمعوهم ترى هذا الشعب صامت اخوتها اخوتها برواح نفدي قائدنا برواح نفدي برواح نفدي قائدنا برواح نفدي قائدنا علي اسمه يزلزل كل عرش ظالم وصرخت يا علي يا علي يا علي يا علي, يا علي وصرخت يا علي كم ترعب الغاشم اي والله ننادي بحق ربي احفظ شبل قاسم اخوتي ها اخوتي ها اي والله بارك الله فيك وانصرنا يا رب عليهم وانصرنا وانصرنا يا رب عليهم وانصرنا يا رب عليهم يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أن
كفاكم من عظيم الشأن أن لكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أحمد الله إني شيعي موالي، أحمد الله أحمد الله إني شيعي موالي. صوت صوت سمع لا تبخل حبيبي. يلي حبنا بتبكي الوصالي. ما اسمع صوتك غازي. أحمد الله إني شيعي موالي. ما أريد أكرر إن أنت ترفع صوتك حتى تشجع وأتفاعل ياك أكثر. طه طه يا قمر في الليالي. إيه هلا رفرف رفرف. أحمد الله إني شيعي موالي. طه طه منك أحسن نوالي. ارفع ارفع سمع. طه طه يا قمر في الليالي. طه النبي أمتك تنادي عليه طغى كل ظلوم عادي ولدولتك تنشر الأيادي يمتى تطل شمسك البهية. أحمد أحمد عن يميني وشمالي. أحمد الله طه طه يا جوابي وسؤالي. شكلكم تمللتون صراحة. ارفعوا صوتكم لا تبخلون. أحمد أحمد حب عالم خيالي. إيه جدي سيد. أحمد أحمد عن يميني وشمالي. فوق فوق هلا. إيه طه طه يا قمر في الليالي. أحمد أحمد حب عالم خيالي. هذه للشياب ترى للشياب اللي ورا قاعدين. طه طه يا قمر في الليالي. في موكبك للأبد نحارب ما نخشى من عدانه النواصب ولنا نحب وهالمحب بواجب شيعة ونحب فاطمة الزكية هذه عقيدتنا ما تبدل نوالي النبي على من تنزل. أحمد أحمد عن يميني وشمالي. طه طه يا جوابي وسؤالي. طه طه يا جوابي وسؤالي. يلي حبنا بتبكي الوصالي.
وطاها طاها يا قمر في الليالي فترت محمد غاية ووسيلة تاج العلم ومنبع الفضيلة كفتنا يوم الحشر ثقيلة منهم نفوز بمرتبة عليا ويوم الحشر ظالما هم أعمى أعظم وصف للذكر يعمى بآي الضحى والفلاق عما هم رحمهم خيره الرياحية أحمد أحمد أغلى من كل غالي أحمد الله إني شيعي موالي عالنبي صلي وآله ما شاء الله عالنبي صلي وآله عالنبي صلي وآله ما شاء الله ما شاء الله هلا ما شاء الله ارفع 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 بعد ما شاء الله عيدها عيدها اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قال الراوي لما انشق البيت الحرام وتساقطت الأنوار وزجها جبرائيل عليه السلام من جوف الكعبة وغابت عن الأبصار وانسد الموضع الذي زجها جبرائيل منه كما كان أولا بإذنه تعالى قال أبو طالب فأشفقنا عليها من تلك الحالة وأردنا أن نفتح الباب لنصل إليها فلم نستطع إلى ذلك سبيلا ولم ينفتح أبدا فعلمنا أن هذا الأمر من قبل الله فرجعنا إلى منازلنا نور الفجر لالة والفرحة سيالة قلب السماء نبض ورود الله الله طابت لنا السمرة هالليلة هالقمرة حبلانا بشرف مولود الله بان الصبح ضيا حي السعد حيا فرحاهم عليها حدود الله فاح المسك للثر وتنفس العنبر وجه الصباح الممدود الله عالنبي صلي وآله عالنبي صلي وجاوب الله ما شاء الله هلا هلا ما شاء الله إيه ما شاء الله ارفع ارفع سمع سمع ما شاء الله وقالت فاطمة فلما دخلت الكعبة جلست على الرخامة الحمراء ساعة وقد كشف الله عن بصري فرأيت جبرائيل قد هبط عندي ومعه صفوف من الملائكة وضرب على الكعبة ألف ستار وألف علم من نور ما بين السماء والأرض ثم صعد إلى السماء ومعه جبرائيل وميكائيل وكثير من الملائكة وطافوا بالبيت الحرام ثم أقبلوا ومعهم النبي محمد صلى الله والكعبة مختالة نور النبي وآلة زمزم شمس تجري النور الله نور الفجر واضح هنينا ويصافح ويتنفس علينا زهور الله بيت الله بالكعبة
كل الملايك بصوب العرش جنها طيور طفل علي ناره والجنة نواره طفل علي ناره والجنة نواره مليانة مولاي مليانة ولدان وحور مليانة ولدان وحور عالنبي صلي وآله عالنبي صلي وآله عالنبي صلي وآله ما شاء الله ما شاء الله سمع ما شاء الله ولما أقبلوا علي ومعهم ولدي محمد نقدمهم كالبدر الساطع في أوساطهم وهم عن يمينه وشماله وسماتج وسماتج جبرائيل عليه السلام يقول يا محمد ربك يقرئك السلام وقف أحبائي وقف ربك يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك استقبل علي عند خروجه من بطن أمه قالت فاطمة ثم جلس النبي محمد صلى معي ساعة وإذا أنا قد وضعته عليه السلام أفضل الصلاة محمد والي علي صلوات وشعل حسن منه لا مو قمر كنا وين القمر منه وين الله بزلوفه السودة مثل الغصن عودة مثلان شافت عين الله وعيونه كتالة مثل المسك خالة في صافي خده اليمين الله الله على يمينه والله على شماله هالضحكة بالخدين الله عالنبي صلي وآله عالنبي صلي وآله عالنبي صلي وآله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وصل ما شاء الله نشكر رادود فوزي الدرازي على هذه الجلوات الجميلة تفضل نائب رئيس المأثم سيد موسى السيد نعمة لتقديم هذه الرسالة وهي قليل في حق هذا الرادود الذي طبعا ساهم في رسم هذه البهجة على وجوهكم كما تكرم إدارة المأتم من ساهم في هذا الحفل حفلنا هذا مساهمة وتقدمة مشكورة من شركة سيد جعفر وعبد الله ميلاد لتأجير الباصات وهذه المساهمة المتعددة التي ساهموا بها نشكرهم على مساهمتهم يتفضل المندوب عن الشركة سيد جعفر سيد جعفر رئيس الشركة أو نائب الرئيس نشكر طبعا تفضلهم على هذه التقديم المساهمة لهذا الحفل جميع ما هو موجود طبعا من هذه الشركة الكريمة يبقى معنا سيد موسى سنسحب سحب سريع كوبونات رقم 25 لنقول اسمه سريع شوية 25 رقمك سريع أول من حضر الحفل رقم واحد رقم واحد سيد مجتبى ما شاء الله صلوا على محمد وآل محمد رقم خمسة 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 بعد موجود صلوا على محمد وآل محمد اثنين وستين
صلوا على محمد وآل محمد. سبعة وعشرين، سبعة وعشرين غيرة الرقم اللي بعده موجود. سيد محمد صلوا على محمد وآل محمد. خمسين، خمسين سيد عدنان صلوا على محمد وآل محمد. سبعة وثمانين، سبعة وثمانين بقيت لدينا ثلاث جوائز. سيد علي سيد حسين صلوا على محمد وآل محمد. خمسة وثلاثين جائزتين باقي. خمسة وثلاثين علي عبد الشهيد لو. علي صلوا على محمد وآل محمد. آخر جائزة ثلاثة وأربعين، ثلاثة وأربعين، ثلاثة وأربعين. هناك تمويهات لكن الظهر كأن سيد هادي سيد حبيب. صلوا على محمد وآل محمد. أفضل الصلاة والسلام. الأعلام يا جماعة طبعاً مو هدية من الماتم علشان الاحتفالات الجاية، رجعوا الأعلام يا شباب صغارنا الحلوين، رجعوا الأعلام علشان نستخدمه مرة ثانية.